حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية في مسائل متنوعة عن الطهارة. الحادي عشر: دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة. عند ابن ماجه كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد والحوت، الحوت يعني السمك، فدل هذا على أن الإنسان لو أصاب ثوبه أو بدنه دماء كثيرة من دماء السمك فإنه طاهر وليس بنجس.